بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا نشرتنا الرياضيه من الدوري المصري، والبدايه مع فريق الاسماعيلي اللي فاز على الداخليه بنتيجه 1-0 واللي احرزه الغاني ياو انور في الدقيقه 8 من عمر المباراه واللي اقيمت بين الفريقين باستاد السويس في الجوله 33 لمسابقه الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الدراويش ل 37 نقطه. بالفوز ده وعدد النقاط ال 37 ضمن الاسماعيلي ضمن الاسماعيلي بقائه بالمسابقه في الموسم المقبل، وتجمد رصيد الداخليه عند 32 نقطه وما زال في دائرة الهبوط. فريق غزل المحلة تعادل سلبيا مع نظيره البنك الأهلي في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري، وده باستاد غزل المحلة. بالنتيجة دي بيحتل فريق غزل المحلة المركز 16 برصيد 33 نقطة وبيصارع من أجل البقاء في الدوري، فيما يحتل البنك الأهلي المركز 11 برصيد 36 نقطة واللي بيضمن أو تقريبا ضمن البقاء نسبيا في المسابقة نظرا لتفوقه في المواجهات المباشرة بين الفرق الممهدة بالهبوط. فريق طلائع الجيش فاز على أسوان بنتيجة 1-0 وسجل الهدف أحمد متعب في الدقيقة 30 في المباراة اللي أقيمت على استاد جهاز الرياضة، وده ضمن منافسات الجولة 33 أو 33 لمسابقة الدوري المصري. بالنتيجة دي ارتفع رصيد الطلائع ل 36 نقطة وابتعد نسبيا عن دائرة الهبوط من الدرجة الثانية، وتوقف كمان رصيد أسوان عند النقطة 33 في المركز ال 15 وما زال في دائرة المهددين بالهبوط. النادي الأهلي توج بلقب الدوري المصري لموسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة قبل الأخيرة من الدوري، واحتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي باستعادة لقب الدوري المصري وكتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليلة عودة الدوري إلى بيته، الأهلي بطل الدوري المصري موسم 2022-2023 للمرة 43. هنا الحساب الرسمي للدوري الإيطالي الكالشيو على موقع تويتر النادي الأهلي عقب تتويجه باللقب رقم 43 بتاريخه، كتب الدوري الإيطالي لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، النادي الأهلي بطل الدوري المصري المرة 43 وتهانينا للعملاق القاهري. الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق ترابزونسبور التركي انتظم في تدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد بعد الحصول على راحة قضاها عقب الانتهاء من الأجندة الدولية لمنتخب مصر. الدولي المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال شارك في تدريبات فريقه الأولى بمعسكر الفريق اللي بتقام حاليا في ألمانيا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، وظهر محمد النني بحالة فنية وبدنية رائعة في تدريبات أرسنال تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع مرة تانية لمصطفى فسانت نكمل معهم باقي فقرات. شكرا لك يا لميا.